من يقول إن أهل البدع يؤجرون على نياتهم ويأثمون على أفعالهم، هل قوله صحيح؟ لا، أنا أقول لا يؤجرون لا على نياتهم ولا على أفعالهم، لأنهم نووا بدعة، نووا شيئا غير مشروع، فكيف يؤجر على شيء غير مشروع؟ وإن كان يؤخذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم شيء من هذا، لكن هذا فيه نظر، كيف يؤجر على شيء غير مشروع؟ الواجب عليه أن يتبع المشروع. نعم.